سريعا وهنبتدي معاكم اولى فقراتنا النهارده في كلام في الميديا. هنشوف ازاي الصحف او الجرايد تناولت اخبار النادي الاهلي. الاهلي بخبراته عارف سكته، حقق الفوز الثالث على الحدود ووصل للنقطه العاشرة واعتلى القمه. الأهرام المسائي، الأهلي يعبر الحدود، فاز على الحرس بهدفي صلاح ومعلول ومسعد عوض، يقدم العيدية للشياطين. الأخبار المسائي، الأهلي يقبل العيدية، يستغل الأخطاء ويفوز على الحدود بهدفين ليتصدر الدوري. أخبار اليوم، الأهلي يتصدر الدوري بالفوز على الحرس بهدفي صلاح ومعلول. الأهرام صعد من قمة لقمة الدوري مؤقتا للمرة الأولى، الأهلي يتخطى حدود الحرس في 4 دقائق، وباتريس يتفوق على سليمان بالتغييرات الإيجابية. المصري اليوم، بأقل مجهود الأهلي يعبر الحدود، الأحمر يفوز بثنائية صلاح ومعلول ويعتلي الصدارة مؤقتا والحرس يدفع ثمن خطأ حارسه. الأهرام المسائي، كارتيرون، الانتصار لن يغفلنا عن السلبيات. الأخبار المسائي، كارتيرون، نحتاج لتطوير الجانب الهجومي. طبعا الأخبار النهاردة تناولت فوز النادي الأهلي على حرس الحدود امبارح في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وطبعا كل الماتشات أو المانشيتات عفوا كانت بتتكلم على إن إزاي خبرة النادي الأهلي دايما بتنهي المباريات لصالح النادي الأهلي، وبالفوز ده النادي الأهلي بقى عنده 10 نقط بيتصدر بيهم الدوري المصري الممتاز. دي كانت أهم وآخر الأخبار والمانشيتات عن النادي الأهلي في الجرايد. دلوقتي بقى هنشوف معاكم اهم واخر الاخبار اللي بتخص برضو النادي الاهلي بس على مواقع الانترنت، وهنبتدي مع الجول. طبيب الاهلي يكشف حجم اصابه ازارو. الوطن، فتحي يعود لتشكيل الاهلي امام كامبالا سيتي في دوري الابطال. صدى البلد، الاهلي واصل معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لكامبالا سيتي. اليوم السابع، الأهلي يحصل على 6,500,000 جنيه من الكاف. البوابة نيوز، كارتيرون يرفض لاعبي الدوري المصري. فيتو، كارتيرون يعقد مؤتمر صحفي الاثنين في برج العرب. الأهلي.com، كارتيرون نحن أقوياء للغاية دفاعيا وما زال أمامنا عمل كثير في الهجوم. يلا كورة، الأهلي قد يفقد ميدو جابر امام كامبالا سيتي. يور سبورت، علي معلول يوضح اسباب لعبه بمركز جديد امام حرس الحدود. هنبتدي مع في الجول. خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان وليد ازارو تعرض لقطع جزء في الوجه بسبب الكره المشتركه مع لاعب حرس الحدود، واللي بسببها تم عمل 3 غرز لوليد ازارو مكان الاصابه. وصدى البلد قالت ان فريق النادي الاهلي هيواصل معسكره في اسكندريه استعدادا لمواجهه فريق كامبالا سيتي في دوري الابطال يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. اليوم السابع، قالت ان النادي الاهلي حصل على 360,000 دولار من الاتحاد الافريقي لكره القدم، ودي المكافاه لتاهل النادي الاهلي لدوري المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. ومن فيتو قالت الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي هيعمل مؤتمر صحفي مع نجم من نجوم النادي الاهلي مساء الاثنين اللي جاي ان شاء الله عشان يتكلم عن مواجهه كامبالا الاوغندي المقرر ليها يوم الثلاثاء اللي جاي في الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. والاهلي.com في خبره أكد أن كارتيرون أكد بعد ماتش امبارح أن الفريق لم يتعرض لمشاكل على المستوى الدفاعي بشكل كبير قصاد حرس الحدود، وقال أن النادي الأهلي بيمتلك دفاع قوي جدا وكل نجاحاته في الوقت الحالي بيحتاج فيها بس أن هو يزود القدرة الهجومية ويستغل كل الفرص عشان يقدر يحرز الكثير من الأهداف. ويلا كورة كتبت في الخبر يوصل ميدو جابر لاعب وسط النادي الأهلي تأدية برنامجه التأهيل الشفاء من الإصابة اللي تعرض ليها مؤخرا خلال مباراة الفريق قصاد وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقد يغيب عن الفريق خلال مواجهة كامبالا سيتي في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا.